هلأ. فهمت عليك سهيل بيك. يلا مجد. ما بدي هدا. مجد وقف. ما فيني هدا. اتركوني لحالي. مجد اصحى لحالك، دخيلك خلص بقى. مجد ما رح وقف. مجد حبيبي اهدى. ما رح وقف. شوي اهدى مجد. مجد وشوي لا تعمل هيك مجد. خلاص. تحكم بحالك مجد. وقف مجد. وقف يا مجد. ما رح وقف بقى. ما رح اهدى. مجد ما رح يوقف. اصحك لا تلمسيني ابدا. مجد. 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 ما رح ارجع لهنيك. عثمان. انا كمان هربت من هذاك البيت لانه مرت عمي وعمي ما بيحبونا ماما، ما بيحبونا إلنا كمان، ما بدهم ايانا. عشان هيك هربت من هنيك وما عاد بدي ارجع ابدا. شو بدنا نساوي هلا؟ كله من تحت راسك. خلاص ما تعصب، مو بقصدي. قلتلك بلا ما نروح لعندهم، بس ما رديتي واخدتينا وشفتي شو صار. شو بساوي؟ وين كنا بدنا نروح؟ وانت شو طالعك بالليل لبرا؟ وين رحتي؟ جاوبيني. وانت شو دخلك؟ لكون بدي اخذ اذن منك. ايه بتستأذني ومني بالذات، طالما انا اللي بنحط بالواجهه بسببك بدك تاخدي اذني وحاسبك كمان. وانا اللي بنحكى معي بهيك اسلوب؟ ولك لا تخليني اس. اختك طلعت كرمال تساعد ماما. مشان امي؟ فهم. طيب ليش ما قلتولي من قبل؟ أكيد ما رح نستنى لناخذ رأيك يعني. المهم هلأ نضل واقفين مع بعضنا ونحاول نحمي ماما لبين ما تطلع، فهمتوا؟ ليكو اجت تيتا. ايه تيتا. شو يا روحي؟ معقول ننام اليوم بالطريق تيتا؟ يا روحي يا قطقوطي. تعالوا لشوف. الحقوني. لوين ستي؟ ما رح نرجع على بيت عمي. انا شو حكيت قوموا تعالوا معي. يلا تعالي يا عيوني. يلا اسمعوا كلامي. يلا معقولة انا اتركك بالشارع؟ يلا هوب. هلا بتشوف. مين بده يجي بهالوقت؟ خير ان شاء الله. مين على الباب؟ افتحي بسرعة. انا صفا. افتحي بسرعة سهيلة. خير ان شاء الله صفا خانو. الاولاد صفوا بالشارع ومالهم حدا هلا. قلت إذا في مجال يناموا عندك الليلة، يعني بنوبك ثواب. فوتوا لجوا. تعا أبا. دخيلك لتذكريني. إذا بقلك شو عامل أبوهن يمكن ما تصدقي. والله جلطت. فوتوا لجوا. من وقعته جايب الأجنبية وجاي على البيت. يلا حبيباتي. لا مصدقة لأنه كل البلد عرفوا بعملته. وبتعرفي بس شافوها الأولاد ما رضوا يسلموا عليها ولا يفوتوا على البيت. قام هداك طلع جنانه وهجم عليهم. بعدها
فوت على البيت وقلع أولاده على الشارع. مو حرام يعمل هيك؟ واخدت لك هالولاد وجبتهم لعند ابني كمال. بس هنيك كمان كمال ومر نريمان ما قصروا بحقهم ابدا، وهنيك الولاد ما لحقوا يتنفسوا قدامهم، كانوا هديك مبحوتين عليهم. وتقولي لقيامي قامت، حاولي على قلبي عليهم، صفيوا بالشارع بسببهم. لهيك اجينا لعندك يا بنتي سهيلة. صحيح فقيرة وعلى قد حالي، وانتي أدرى فيني، بس البيت إلكن والعتبة إلي، وما بيهون علي يصفوا بالشارع. شكرا خالي سهيلة. خلص حبيبتي، لا تحطوا ببالكن شي ولا يهمكن. الله يرضى عليك ويوفقك يا سهيلة، وينولك اللي بالك يا روحي. صار لازم روح. تيتي بكرة رايحين لعند ماما، بدك تروحي معنا؟ ايه طبعا، الساعة 9 برأيكن واقفين هنيك عند البقالية، ومنروح كلياتنا لعندها. ما بدك تاخديني معك هاي المرة؟ بلا بدي اخدك. يا سلام، بكرة رح شوف ماما، بكرة رح شوف ماما، بكرة رح شوف ماما. ايه بس طلعنا من بيت عمي هيك بالبيجامات وتيابنا ضلت هنيك تيتا. ايه والله مو مشكلة، انا بروح معك خالتي وبتعطيني تياب الاولاد كله وبرجع. الله يخلي لي اياك يا مزوقة، امشي خلينا نروح. يا الله بكرة رايح لعند امي انا كمان، رح نام وفيق وشوف امي معكن. يا سلام. خلاص طول بالك بقى، مو مستاهلة تنزعج. كيف ما بدي انزعج بعد اللي عملته هالكلبة؟ طالعت لي بنص الليل لتشوف واحد من الشارع. عن جد ما عم صدق العمى ما اوقحها، والله لو كانت بنتي اللي عملتها كنت ذبحتك وشربت من دمك. يي بابا انا شو دخلني فيها؟ كمال شو دخل بنتك؟ ولا بدك تفش خلقك فيها يعني؟ امي كمان لحقت لي اياهن، ما بعرف على شو بتحبهم فوق كل عمايلهم. اكيد هاي امي. خلي الباب مفتوح. سهيلة شو عم تعمل هون كمان؟ ما بخصك. وينهم الاولاد؟ على اساس بهموك. ليش شو عملت لهم؟ مو هنن اللي طاولوا علي وفتحوا الباب ومشوا؟ وقت حفيدك هجم وضربني ما شفتي وقاحته ولا وقاحت اخواته علي مو هيك؟ وما شفتي هديك اللي طالعه بنص الليل عم تتفلتن؟ بس بتشوفيني انا اللي غلطان ما؟ هدول اولادي مثلهم مثلكن، فهمت؟ لك قلبي محروق عليهم ومن تصرفاتكن. انا فايت اشوفها. وين راحوا الاولاد هلا؟ لعند بنت الاصل سهيلة، المخلوقة الغريبة شفق قلب عليهم وحاوتهم ببيتها كمان، همانهم بعزتكن بعد من خلقتي انتي كمان. سهيلة خدي من ايدي بنتي، يسلموا ايديك، بكرة بجي بشوفك حبيبتي. ماشي بشوفك. الله معك. سلام. هي جبت لكم اغراضكم. يسلموا ايديك. صار شي؟ لا ما صار شي، جبتن واجيت. يسلموا. يلا ناموا حبيباتي، تصبحوا على خير. وانتي من اهل. إيلين شو ما بدك تقليلي؟ مين هاد سهيل؟ مين هو؟ شو بيشتغل؟ من وين بتعرفي؟ ما بدي احكي بالموضوع اختي. بس إيلين خلص قلت لك ما بدي احكي. يا ترى عمي كيف عرف انك طلعتي لبرا؟ بتكون مروة اللي قالت له. كيف رح يعرف يعني؟ وشو عرفك انها قالت له؟ مروة يا روحي حية من تحت التبن، وشرتك بتنام عين مفتحة وعين مسكرة، بس الحق علي ما انتبهت لأني بعرف حقارته ورطت حالي وحكيت.
ترجمة نانسي قنقر.